عبولي مي كمان، يلا ساعدونا جيبوا مي بسرعة. جودة بعدي من هون، ليكي كيف احترقوا ايديكي، تعي لحط لك دواء. لا موتي، ضروري انه نطفي الحريق، لانه اذا ما قدرنا نطفيه الله وحده بيعلم قديش رح تكون خسائر الفلاحين. اعطيني مي بسرعة. ملكي جودة هاتوا. سيد تودرمان، كيف صار هالشي هاد؟ والله ما بعرف جلالتك، هلا وصلت لهون. الحمد لله انطفى الحريق ملكة جودة، بس كل البضاعة احترقت وصارت رماد. ممكن حدا يخبرني شلون صار هذا الحريق هون؟ صار الحريق هون فجأة. الحريق ما بيخلق فجأة، وما في شيء هون ممكن يؤدي لحدوث هالحريق. ليكي هيا أمي، هاي الشعلة فيها جواب. هذا بيعني انه الحريق ما صار لحاله، اكيد في حدا جعل هالحريق بايده.